السلام عليكم متابعيني، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم ان شاء الله راح اسوي دجاج شوي، يعني دجاج شوي بتتبيلة. طبعا التتبيلة مميزة وطعم فتشي، انصحكم بتجربته. ونبدي بالمقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير دجاجة طبعا حسب الحجم اللي تردونه، او حتى دجاجتين. هاي التتبيلة تكفي دجاجتين عادي. يعني هسه انا عندي دجاجة بحجم متوسط، روبا قدر جلاس كامل، يعني هسه الكاسة عندي هي جلاس كامل روب. ليمون نص جلاس ليمون، إذا ما عندكم ليمون خل عادي، يعني من هذا الخل الأسود أو خل أبيض. زيت الزيتون 3 خواشيق، يعني 3 ملاعق زيت الزيتون. وإذا ما عندكم زيت الزيتون تستبدلونه بزيت نباتي عادي. نجي البهارات، زنجبيل، فلفل أسود، كاري، بابريكا، خاشوقة كوب، طبعا ها كلها قياسات خاشوقة كوب، كزبرة مطحونة، يعني كزبرة ناشفة مطحونة خاشوقة كوب، ملح حسب يعني تحبون نوع الملح مالكم. وشو نحتاج بعد؟ بصلاية يعني بحجم متوسط، بس انا عندي هذا كبيرة، يعني فسويت نص بصلاية. وسنين ثوم، عندي سنين ثوم. هسه راح ابدي طريقة التتبيلة مالتنا. اجي شلون اقطع الدجاجة حسب اللي تردونه، يعني من الصدر من الظهر. هسه انا اليوم راح اقصها من الصدر. بسم الله. مغسولة وكاملة نظيفة، يعني نطلع هاي الأحشاء اللي داخلها كلها. بس شوية الصدر، يعني دائما الصدر فخين، فأحاول شي أقصصه. هسه راح اسوي التتبيله الروب، ليمون نص جلاس، زيت الزيتون قلنا 3 خواشيق، وهاي البهارات كلها. حبايب هذا الثوم برشتهم هو والبصل، وراح اضيفهم من هاي الخلطه. ونخلط هاي المواد سوية، بس الريحة تجنن والله، والتتبيلة يعني فرد شي، أنصحكم بتجربتها. هسه شوفوا مثل ما جاي تشوفون عندي تشيس عادي، أو أكو أكياس خاصة لهيجي شي للتتبيلة أو للتفريز. هسه أنا عندي تشيس عادي، يعني مو شرط، لأن موادي باردة فما يأثر. هسه راح اخلي الدجاج والتتبيله بهذا التشيز، وشوفون شلون راح اسوي. الغايه من هالشي اسويها بهذا التشيز، اريد التتبيله يعني بالدجاجه كلها تتداخل.
راح اعقد تشيز هيك، بس احاول اطلع الهواء منه بالاول. حيت التتبيلة بكل الدجاجة في الداخل. هسه مثل ما جاي تشوفون حبايب، هاي الدجاجة هي والتتبيلة راح اخليها ليلة كاملة، يعني هسه راح اخليها بالثلاجة انا هسه بالليل، وان شاء الله باكر الصبح يعني بالعشرة تقريبا 10:30 راح ابدي بشويها. راح اتركها ليلة كاملة مثل ما قلت لكم، واذا كنتم مستعجلين مثلا هاي التتبيلة محتاجينها يعني مثل من الصبح 3 ساعات، يعني اقل شيء 3 ساعات هاي التتبيلة بيها 3 ساعات، والا يعني ما تطلع طيبة، بس اذا ليلة كاملة لا والله يعني كلش طيبة تصير، وجربوها وان شاء الله تحكمون عليها. هسه راح هسه حبايبي جيت لكم متابعيني، جيت لكم طبعا من بعد ما تبلت هذه الدجاجة، تبلتها قلت لكم ليلة كاملة. هسه راح اشويها يعني ثاني يوم الصبح تقريبا بالعشرة جيت اشويها. هسه شلون طريقة الشوي مالتها، هذه الدجاجة هسه طلعتها من التتبيلة مالتها ان شاء الله واضحة، اتحسب الطريقة اللي تحبون شلون تشوي. انا فتحتها بس من الصدر، التتبيلة مالتها والريحة ما قلكم عليها. هسه عندي هاي خضروات، عندي خضروات مثل ما جاي تشوفون بوتيتين قطعتها بهيج حجم حسب الحجم التردونه، بس شوي ثخينه لانه الشوي اذا خفيفه يذوبها زايد. البصلايه همتشي، طماطه، يعني خضروات حسب اللي تحبونه، جزر، فلفل بارد، يعني هي دجاجه بالخضروات شويها. ايش راح اخلي عليها؟ راح اخلي عليها فلفل اسود، كاري، بابريكا، ملح، ارش هاي المواد كلها عليها، اخلطهم زين. وراح اخلي شوي زيت تقريبا خاشوكتين 3 خواشيق مو اكثر، لان هي اصلا الدجاجة يعني بيها نسبة شحوم، فراح اصير شوي دسمة، واخلط هاي المواد زين، احاول يعني اتبلها بالبهارات. ومثل ما قلت لكم اي نوع خضروات تحبونه حلو، خصوصا هسه البوتيتا يعني حلوة للاطفال، العائلة اللي عندها اطفال يحبون البوتيتا دائما للأطفال. ساعدنا كملت هاي الدجاجة إن شاء الله واضحة هسه قدامكم بالتصوير. طبعا من الوصفات الطيبة واللي اعتمدها دائما يعني بالشوي، جربوها. عندي جاهز قدامكم، وهسه راح اخليه. طبعا انا مشغله الفرن بدرجة حرارة اكيد يعني 180 اكثر حسب الفرن الغازي الكهربائي، وان شاء الله راجعت لكم من بعد ما تستوي.
ومثل ما جاي تشوفون حبايب كمل عندنا طريقة شوي الدجاجة، وإن شاء الله يعجبكم المنظر وما قلكم الريحة والشكل يجنن بصراحة. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة، وطبعا هي من الوصفات السهلة والسريعة بنفس الوقت، خاصة إذا تردون تتبلونها قبل بوقت، يعني قبل يوم لضيوف مثلا عزيمة. ولا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع ألف سلامة.